شيء بعيني شيء على طار الهواء ويا دخل قلب ابن آدم وما دخل قلب ابن آدم كلكم سالفة. زمان كان عام 32 عام 31 أنا في الشرقية وجيت ذاك اليوم معي صراع أنا المهم واجي بمكة ومر لي هذاك البنشر فيه كم سيارة وفي واحد معه كفرشاي واللي يسوي فيه ويشتغل الله ظن هيمان يلا إيمان ويشتغل يفك هذه يفك زيت هنا ويسوي بنشر هنا وشابك الهواء ظن خلص البنشر حق كفر الشاول وشابك الهواء فالكفر وخلاه يعبي كفر الشاول كبير مدى يمتلي ويمين ويسار ويمين ويسار هنا هنا يشغل هذه ويسوي هذه والهواء شغال يا أخي ما أدري هو شنبر حايص فالكفر أهم القدرة اللي جات الكفر الشاول مدى عنه شانه وحنا بس في غفلتنا شوية لا تابا با 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 يا من ضرب الكفر وخلق له راح وحيس أولهم أنا أظني بغيت أخرق الهنقر حق المنشر من الفجعة اللي جاء تاني مقبع كفر الشاي ولا حرام ولا قنبلة. المهم انتبهنا أن كفر الشاي له جدة الدنيا وفي واحد جالس والله ما ادري عنه هو جالس ولا طار ما عاد يدعم بعضنا وانهم داخل علينا بزعل كذا وش العلم وش اللي صار انا ما ادري وش اللي يهدف في راسي هذاك اليوم قلت الهوا فقعك فرات الشاول بالله وش يسوي في قلوب الرياجي كان عاين فيها قال انت شنت جاء كبير مو صغير بل انا مجنون قال انت شنت تعلمت انا ضحك وسلم علي وعطاني العزيمة الصاملة ومشيت انا بمكة. الرجال هذا لفت الدنيا والعام واني راسني في السناب ضايفني يقول انا ما تعرفني قلت لا واني ذكرني السالفه. عاد على طاري السالفه هذه ايام اللواري في رجال سواق لوري ايام اللواري وايام العرب عيشتهم اكثرها على المواتر وعلى المرات. المهم وكداد مع الناس الكداده ذاك النهار تعطل المور حقه تعطل والرجال لا تعطلت موت لا تعطل موت ترى خلاص اموره خلاص نفسيتي تضرب وحالته قشره الرزق بعد الله سبحانه على ظهر الموتر هذا. المهم وجو متعدين خوياهم على الخط وان والله يعانون الموتر يعرفون موتر بعضهم واقف في الورشه وقف واحد منهم كان يجي قاطع الشارع ويدخل عليه ما درى انه واصل معه وواصل معه كيس الدخان مره منتي دخل على سلامات يا فلان وش العلم عسى خير وش بالموتر حقه كان يطالع فيه بزعل قال علبة فرامل وفيها صلاح تعطلا والهوى اسبابه حديد لاجل الهوى مرتاح كيف العرب يوم تبلى وجه الله هذه كسرتها الكسره ذي قالوا انها لا ابو رده الله العصلاني انا رسلت ابو يوسف وسالت عن الكسره ذي قال لي والله يا سعد ابويا كان يعلمني بها ويقول اسمع انها قديم الواحد جدعاني ما ادري وش يرجع المهم من اهل المرات القديمين يسمع بها ابو رده الله رحمت الله عليهم جميعا اظنهم كلهم ماتوا ابو رده الله مات وراء الكسره اظن مات والله يرحمهم وهذا ما جرى السالفه السلام عليكم.